إيران أيضا تلعب على التناقضات الموجودة في حلف الناتو ودعمها لأوكرانيا. لاحظ التقرير اللي نزلته أوكرانيا يتضمن نقطة توضح ليش باجتماعات هيئة الأمم المتحدة، يعني الأسبوع الماضي كان هناك تصريح من بولندا بأن لن تزود أوكرانيا بالأسلحة مستقبلا، وطبعا أكو أيضا خلافات بخصوص الاقتصاد واستيراد القمح والذرة من أوكرانيا اللي أثرت اقتصاديا على بولندا. ليش؟ لأنه بالتقرير يذكر بأنه يعني جزء من هذه القطع الغيار أو الطائرات المسيرة من إيران من شركات بولندية. أنا أعتقد هذا أزعج البولنديين، يعني رغم دعمهم، أكثر دولة داعمة لأوكرانيا هي بولندا بتزويد الأسلحة، بأن أوكرانيا تتهم بولندا وشركات بولندية بالتواطؤ يعني ضد أوكرانيا مع إيران. فبالتالي إيران تحاول تستغل هذه التناقضات الموجودة في حلف الناتو لصالحها، يعني تفكك وحدة حلف الناتو من أن يتخذ قرار جماعي بخصوص إيران. أنا أعتقد بأنه هناك يعني حتى في الاتفاقية يعني بعض الفقرات اللي تشير إلى أن إيران إن لم تلتزم بهذه الاتفاقية أو لم تلتزم بالخطوط الحمراء الموضوعة بالاتفاقية ممكن هنالك يصير يعني تبعات إلها، بما يتضمن أيضا البعد العسكري، مو فقط الاقتصادي أو الدبلوماسي إنما البعد العسكري. المشكلة الحقيقية أنا أعتقد في إدارة بايدن هي مترددة في استخدام يعني الحل العسكري لضرب هذه الشركات، أو لم تسمح لإسرائيل لحد الآن باستخدام هذه الورقة العسكرية. الخطأ باعتقادي، وإيران يعني استغلت هذا الخطأ، وأنا إذا تتذكر دكتور أحمد يعني يمكن قبل سنتين تحدثني إنه إدارة بايدن لما بدأت المفاوضات يعني فتحت المفاوضات مرة أخرى مع إيران لم تستخدم في نفس الوقت الردع العسكري، التصعيد العسكري تجاه إيران حتى تفرض على إيران أنها تلتزم بهذه المفاوضات. إيران استغلت هذا الضعف من إدارة بايدن أو هذا التخاذل من إدارة بايدن وبدأت تتمدد. فبالفعل يعني المرحلة خطيرة، وقد تشهد تصعيد عسكري في الأسابيع القادمة، وتحركات إيران على الحدود العراقية ومحاولة عسكرة الحدود العراقية، إذا تتذكر في كردستان في سليمانية، الأربيل، كركوك، قضاء سنجار، ممكن ننظر لها بهذا الشكل كمعادل كمكافأة للتحركات العسكرية الأمريكية. فإذا قد يكون هناك تصعيد خطير.